بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب في التمسك بالجماعة، فصل في فضل الجماعة. عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت. الحديث الأول ما أكملناه، الحديث الأول ما أكملناه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومراسحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أنس بن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، رواه أكثر من صحابي، لكن هذه الرواية مشهورة. فيقول أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة. بدأ بالإجمال، الإجمال يعني كلمة أو كلمات لم يفصل الأمر فيها، كقوله سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هي كلمة مجملة جاء تفصيلها بيانها في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة كيف تكون؟ ما هي شروطها؟ وعلى أي وجه تؤدى؟ يسمى هذا إجمال. ثلاث، هذه الثلاث ما الذي تكون؟ ما فائدة بداية الجملة بالإجمال؟ إذا بدأت الجملة بالإجمال، السامع يتشوف، معناته أنه ينتظر يترقب برغبة وحنين إلى ما يأتي بعد. ما هي الثلاث؟ قال ثلاثة: لا يغل عليها قلب امرئ مسلم. المسلم قلبه ما يحقد على هذه الثلاث، بل يكون فيه فرح وسرور وانبساط. يعني هذه الثلاث الخصال التي ستذكر، المؤمن يحبها ويرضاها ويستسلم لها ويدعو إليها، لأن الحقد دلالة على أن هناك أمر بغيض، الحاقد يتمنى كيف يستطيع تنفيذ حقده على المعقول. قال ثلاثة أشياء إذا وجدت المؤمن لا يغل قلبها عليها. ويحتمل كذلك أن هذه الثلاث من اتبعها وعمل بها أزالت عنه الحقد والغل. يغل ويغل، الغلول غل، أغل الشيء، وغل الشيء بمعنى خانه، لأن الغلول هي السرقة، وهي أخذ الشيء من مكان
لا يستحق أخذه. ثم سميت الخيانات بأشكالها غلولا، فقال هذه القلب المؤمن لا يكون فيه خيانة ولا يكون فيه غش، بل نصح وإخلاص. تكلمنا على الخصلة الأولى من هذه الثلاث، وهي إخلاص العمل لله، بينا معناه فيما سبق. الآن ننتقل إلى الخصلة الثانية التي يكون قلب المسلم يسر بوجودها، لا يضيق صدره ولا يحقد عليها، أو أن العمل بها تنظف القلب من الغل والحقد. ما هي الخصلة الثانية؟ اسمعوها. مناصحة أولي الأمر. مناصحة أولي الأمر، ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي نصبه الناس أو انتصب بقوة الشوكة، أطاعه الناس فطاعتهم له لأنه تمكن من الأمر كان من فائدة ذلك تأمين السبل، عن الطرق، تحج وأنت آمن، تذهب إلى بلد أخرى وأنت آمن، تقام به الجمع والجماعات ويعطى بها حقوق الناس وينصر المظلوم وتؤدى الحقوق، فوائدها كثيرة. دون هذا يا عبد الله سيكون اضطراب وحيرة ونهب وسلب، فمظلوم لا ينتصف له، إنما يقوم أمر القوي فقط. لا بد يا عبد الله من ولي أمر، وإلا كان أمر الناس فوضى لا يأمنون. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إطاعة ولي الأمر هي مما لو عمل هي مما قلب المسلم يرضاها ولا يحقد عليها ولا يغلها. قال: إخلاص العمل لولي الأمر. الإخلاص بمعنى النصح، وإخلاص العمل والإخلاص للإمام بمعنى أنك تنصحه نصيحته، أنه إذا طلب منك شيء لا تخادع ولا تقول لا يطلع علي أحد، ولا تعمل خلاف ما يأمرك به، سواء وليت منصبا أو لم تولي منصبا. ويقول في الثانية: مناصحة ولي الأمر ما تغشه، فإذا قال فلان يتولى منطقة كذا، وفلان يكون رئيس قسم، وفلان يتولى العمل في منشأة، لا يجوز لك أن تستغل هذا العمل فتعمل خلاف ما وجهك إليه ولي الأمر. ولي الأمر أمر أن يكون البيع على شاكلة كذا، وأن يكون الصيد في وقت كذا، وأن الزراعة لا يجوز أن يكون فيها شيئا من كذا، لأن هذه في مصالح العامة. فإذا قال الرجل هذا الذي نهانا عنه فيه مكسب كبير فيعمله في خفية، هذا قلبه فيه غل على ولي الأمر وعلى جماعة المسلمين، لأنه لو أخلص لأطاع، ولو أطاع نصح ولي الأمر. فلا ينبغي الخروج، ولا ينبغي حينئذ أن يعمل خلاف مقتضى ما بايع عليه. إيش بايع عليه؟ إذا اجتمع المسلمون على فلان، اجتماعهم قد يكون أنه لا خيار لهم، لأن الإمام عند أهل السنة والجماعة يا عبد الله إما أنه يعني بمعنى أنه يعهد إليه فلان سيكون كذا، كما فعل بعض الخلفاء في ذلك، عهد الأمر إلى ستة، وأحيانا
يتولاها لأن الأمر فوضى فيكون له قوة، فإذا استتب الأمر وأقام ذلك يجب على بقية الناس مبايعته. لما يجب؟ لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا خلافه، ولو قاموا خلافه لأوجدوا فتنة عظيمة، فبهذا يقوم الأمر، فيجب حينئذ النصح. فلأن بايعناه، المبايعة ليست بالضرورة أن تمد يدك إليه. لما قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى أن قال في آخر الآية: ذلكم بيعكم الذي بايعتم به، يعني هذا الذي تم هو البيعة، هم ما بايعوا، لكن لما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترفوا بأن الإله هو الذي يعبد وهو الرب الذي يطاع، وأن هذا المبعوث رسول من الله. أقررت بذلك، أي بمعنى أنك أطعت الله فيما يأمرك وأطعت رسوله فيما جاء يبين لك من الكتاب المنزل. هذه بيعة، لأن قولك هذا كذا. فلما جاء ولي الأمر واستتب كلهم، أي بإجماع أهل الشوكة والقوة، فيجب عليك يا عبد الله أن تنصح له، يعني لا تغش له. فإذا رأيتم أناس يبيعون بخداع ويتعاقدون العقود فيها أمر مخالف لله ولرسوله ولولي الأمر، هؤلاء همتهم أنفسهم، لا يهمهم أن الأمة تحرق أو أنها يسام فيها ما يسام. يا عبد الله، نحن نتكلم بما ثبت وصح عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قد نعلم أن كثيرا منا عقولهم التي تبين الخطأ والصواب سلبت حقيقتها فأصبحت تفهم غير الواقع، وقلوبهم كذلك. أمثال هؤلاء غالبا يرون أنهم أصحاب مظلمة ولهم حقوق، لا بد أن نعمل بالخفية فيما نكتسب من أموال الناس. ولذا تجد أحدهم يبيع المخدرات ولا يهمه الفتك بالأمة، والآخر يغش البضاعة لا يهمه السموم تلحق بأجسام الأمة، وآخر يعمل خدائع في العقود وإذا هي تحتها من الخفايا التي تضر بالمسلمين. شأن هؤلاء أنهم ما أخلصوا وقلوبهم ما طهرت، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لو فعلتم هذه الثلاثة لخلصت القلوب. يا عبد الله، اجلس حيث أنت، لا تتخطى مرة ثانية كذا، ما أحتاج هذا ميكروفون ويصل السمع إلى مكانك ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومناصحة أولي الأمر، أولي الأمر حتى رئيس القسم والقائم بالشركة والذي استخدمك مع آخرين، فإذا طلب منك هذا العمل ووافقت على العقد يأتي الشيطان فيسول لك: ما قبلته من كذا إنما هو أثمن وأغلى وأكثر كلفة مما يدفع إليه. فيأتي بهذا فيخون من تحت، إما أنه لا يؤدي العمل على الوجه أو ما إلى ذلك، أو يكون هذه الخيانة من صاحب الأمر الذي استدعاك للقيام به، فهذه خيانة. أنت أخنت ولي الأمر، لا تفهم ولي الأمر هو الرئيس الأعلى. كل من كلفك مع مجموعة
فسخرت للعمل به فذاك ولي الأمر. خذ هذا الأمر يدخل فيه رئيس الدائرة وما أعلاها وما أعلاها حتى يصل الأمير حتى يصل للرئيس الأعلى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وهذا بيناه، ومناصحة ولي الأمر، لأنه إذا نصح وكان هذا شأنه فإن الله عز وجل سينجيه مما يقع على من لم يعمل ذلك، لأن الشيطان يحاول أن يثبط العزيمة ويخذلك. أنت وحدك الطيب من هؤلاء الأمة، أنت الذي تتنزه لا تأخذ الرشوة، أنت وحدك، انظر كيف حالك، لا دار تملكها ولا مركوب تحت يدك، فلان وفلان يناظره فيدخل في قلبه اضطراب فلا يثبت على المبدأ. فهو لو علم أن فضل الله عظيم وأن هذا الذي استقام عاقبة الأمر له، وأن الدنيا والآخرة إنما تكون لأمثال هؤلاء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بشرهم الله في الدنيا حياة طيبة ويوم القيامة بشرى أعظم من هذه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم: الثانية مناصحة ولي الأمر. اقرأ. ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الثالثة لزوم جماعة المسلمين، يعني لا تخرج عن الجماعة، الجماعة كلهم بايعوا لأنهم وجدوا العامة بايعوا فبايعوا. المبايعة عن السمع والطاعة، ليس بالضرورة مد اليد والكف. فإذا التزم جماعة من أولي الشوكة والقوة أن هذا ولي أمركم، ونصب فلان أن يكون رئيس قسم ولو كانوا الذين في القسم لا يحبونه، هذا أمر آخر، يجب طاعتهم فيما فيه طاعة الله عز وجل. من شوش على هذا الرئيس ولو كان صغيرا لا تطيعوه فهو قد خان ما نصح ولي الأمر ولا لزم جماعة المسلمين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث الخصال تطهر القلب ولا يحقد عليها المرء المسلم. ثم علل صلى الله عليه وسلم التعليل أن تأتي بالحكم ثم تذكر لما وجد هذا الحكم. هذا التعليل يا عبد الله يدفع للمرء اطمئنانا زائدا على ما في القلب ويزيل الشبه والتشكيك. لما تقول يا عبد الله: من قتل عمدا يقتل، ولو كان المقتول عبدا، ولو كان المقتول امرأة، ولو كان المقتول صغيرا، ولو كان المقتول جاهلا، وذاك رجل كبير سيء القاتل شريف عنده مال عظيم في قومه، تقول في نفسك: هذا الضعيف الجاهل ما نفع الأمة، لما تعمدون إلى قتل هذا القاتل وهو شريف عظيم ينفع الأمة بوجوده؟ والله عز وجل يعلل هذا أن لكم في القصاص حياة يا عباد الله، لو لم تفعلوا لكل من رأى في نفسه عظمة واستشاطه، يعني أثاره بعض الناس، عمد إلى قتله لأن له عزوة يعتمد عليها ينصفونه، لكانت الأرض خرابا وفسادا لا يعلمه إلا الله.
هذه هي العلة. وإذا قيل علل كذا لأجل كذا، لما كان الخدم الصغار يخدمون في المنازل، الله عز وجل لم يأمر النساء أن يغطين رؤوسهن ويخمرن وجوههن ويحتطن، يقول صلى الله عليه وسلم: هؤلاء خدمكم، أوجدتموهم منذ الصغر أو ولدوا عندكم، إنهم من الطوافين عليكم والطوافات. يعني لو أمرناكم، لأنه ثلاثة أوقات يجب الاستئذان: بعد صلاة العشاء، حين النوم، وحين تقوم من مضجعها المرأة تكون في ثياب غير الثياب المعتادة. كل أحد يجب الاستئذان، في غير هذه الخدم يدخلون ويخرجون. قال: إنها من الطوافين والطوافات، القط والهر والحيوانات الصغيرة الداجنة المألوفة ما تستطيع منعها. الأرنب يدخل دارك دون أن تحتاط، ولو احتط تجده في الداخل، وهكذا القط. فيشبه صلى الله عليه وسلم أن وجودهن كوجود هذه. فلما تعلم أنه يعسر عليك منعهن، ولو منعت هؤلاء الخدم لشق الأمر عليك، جاء بالتعليل للتخويف. عرفنا فائدة العلة في بيان الحكم، اسمع ما يقوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فإن دعوتهم تعليل، أي أن دعوة الناس لولي الأمر الذي ظهر، أحاطت دعوتهم للناس فيما هو في من هو أمامهم وفي من هو خلفهم، ولو قام آخر أو شذت فرقة أو طلبت جماعة أنهم لا يطيعون، فإن هذه الدعوة انتشرت، ويجب على من سمع ذلك أن يذهب بهؤلاء المناوئين أو هؤلاء الذين يفسدون في الأرض. طالما كان الإمام يدعوكم إلى الصلاة ويصلي، وإن وجد فسق وغير ذلك هذا شأن آخر، يجب الطاعة في هذه الحالة. فهمنا يا أخوان؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم. فإذا وجدت الرجل يحاول تفتيت الناس وإبعادهم عن الحق فإن في قلبه مرض. كنا نسمع قبل سنين أن شبابا خرجوا وكانوا يقتلون جنود وغير جنود ويفجرون ويفعلون، ثم يعمدون إلى أئمة المساجد، هذا سمعناهم في شمال أفريقيا، يسألون: لما تقتل هذا؟ قال: نقتل الأستاذ اللي يدرس، يعني يعلم في المدارس، إن كانت فيه نجابة ويجتمع الناس حوله، وإمام المسجد يقتل. لما؟ هذا مسلمين يصلوا بالناس. قالوا: لا، هذا يهدئ الناس ويطفيهم، يجمعهم، نريد أن تكون الناس فوضى، لأجل أن بلغ الشيطان حداً إلى أنهم استباحوا هؤلاء المصلين. هذا الذي يخرج بلغ به الأمر من استحواذ الشيطان على قلبه، أن صور له أن هؤلاء الذين ينتمون إلى هذه الدولة يجب قتله، أو الذين ينتمون إلى هؤلاء الجنود وإن كانوا يصلون. لما ترى هذا الأمر تستغرب، ومن في قلبه شيء من غل أو غلول يستأنس بهذه الأفعال، فيقول صلى الله عليه وسلم:
إذا كان الرجل يخلص وينصح الإمام ويخلص في عمله لله لا رياء ولا شرك ولا ند، هو الله وحده، ويلزم جماعة المسلمين، فإن قلبه يكون طاهر ونظيف، وأينا لا يريد ذلك؟ هذا قوله صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك مما تراه من فساد بعض الناس وخروج بعض الناس، إنما هو لأن القلب دل على أنه لم يحتضن ما بينه صلى الله عليه وسلم، فليس قلبه قلب امرئ مسلم، إنما جسمه مسلم وقلبه ذئب تصور في شكل شيطان فيحركه. اسمع ما بعده يا عبد الله، اقرأ. عن عرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قائل: كأن هذه موعظة مودع، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، وإن كان عبدا حبشيا. ألا وسيرى من بقي منكم بعدي اختلافا كثيرا، فمن أدرك ذاك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. العرباض بن سارية يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعظنا موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. القلب حكمه في الباطن، ويضطرب من خوف، يعني ذعر سيلحقه سيكون كذا، ويضطرب لشك ما تبين أمره وهو لا بد أن يلج في ذاك الأمر، ويضطرب لأنه حيرة أصابته، هل الحق مع هؤلاء أو الحق مع هؤلاء، ويضطرب أحياناً لبيان الحق وهو بعيد عنه، ويخفى ويخشى أن تأتيه الغائلة وهو في تلك الحالة. هذا ما يتعلق بداخل المرء. ثم ما يتعلق بظاهر الأمر، إما أن يضع كفيه على رأسه ويطأطئ دل على أنه مهموم أو أنه خائف، أو تسيل العبرة من عينيه دون أن يملك نفسه دل على أن شيئاً وقع لم يستطع أن يدفع ما وقر في صدره من ذاك الأمر الهائل. ويقول صلى الله عليه وسلم: خطبنا خطبة بليغة. إيش معنى بليغة يا عبد الله؟ البلاغة أن تأتي بكلمات قلائل لكن فيها من الحق ووضوحه وبيانه من سمعه لا يملك إلا أن يقول: شأننا في ضلال وأمورنا بعيدة والحق هذا هو الذي نسمعه. هذا ما يأتي، وقع هذه الكلمات الطيبة ما تأتي ثمارها مع كل إنسان ولا يظهر أثرها مع كل إنسان، لا بد أن يكون معه شيء من تقوى واستعداد، تقوى عشان يخاف الله يعمل بالطاعة ويجتنب المعصية، وعنده استعداد لأن يسمع ما يصل إليه من حكم الله، لأن بعض الناس ما يحب يسمع، هو يشتغل في الربا، لكن إذا بدأت في الكلام عن الربا يضيق الأمر عليه ويثقل. آخر يحب الغناء والرقص، فإذا جئت بيان مذمة هذه وأثرها السيء في النفوس ضاق صدره وما يقبل، وآخر يعلم أن هذا يعني أمورها كثيرة، لكن تنفع من عنده قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هو القلب الميت، القلب الحي، القلب الحي يا عبد الله عنده إحساس
إذا سمع الأمر الذي يؤذي المسلمين استعد في دفعه وضاق أمره، ما هو كحال بعضنا يسمع ما ينكي ما يحصل للمسلمين من أذى ولا يهمه، أو يمر بالمنكر يقول هذا شأنه ما لنا لا نتدخل، لا تتدخل يا فلان، أي لما تلج نفسك فيما لا يعنيك، هكذا يظن، هذه قلوب ميتة يا عبد الله. في الظاهر أنه يحب يتحاشى ويكون سيد قومه ولا، وفي الحقيقة جبن وأنانية وحب ذات ولا يهمه أمر الناس والمسلمين. قال ذرفت منها العيون، أي أن هذا الكلام البليغ وصل إلى شغاف القلب فأثر فيه، عندهم استعداد، والمتكلم في غاية النصح والإخلاص لما يقوله، لأن بعض الناس قد يقول الحق لكن ما يأثر لأنه لا يعمل بالحق، وقد يقول الحق إنما قاله لأنه مدفوع طلب منه بأجر أو مقام أو ما إلى ذلك، لكن إذا خرج من قلب صادق واستقبلها أرض قابلة لهذا الخيار أي القلب الحي يحصل هذا الذي تسمعونه. ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أي اضطربت، لأنهم لما رأوا الحالة التي هم فيها وما خطبهم ووعظهم صلى الله عليه وسلم ورأوا الفوارق بين هذه وهذه بين الواقع وما سمعوه اضطرب القلب، لأنه يعلم أنه سيموت وما أدري متى سيموت، فيقول العرباض ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. أدركوا من هذه الموعظة قد عاشوا معه صلى الله عليه وسلم سنين، لكن لم يبلغوا الحد من مواعظه وخطبه إلى هذه الدرجة، فطنوا بذكائهم، لأن الإحساس والذوق في دلالة الكلمات ما تحصل لكل أحد، إنما تحصل لإنسان فيه نوع من فطنة وذكاء وحياة قلب. بعض الناس تقول الكلمة ما يهمه ما يدرس معناها، يفهم منها ظاهر المعنى. لما نزل قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح فهم الصحابة كثير من الصحابة لها معنى، أي إذا جاء نصر الله فانتصر المسلمون على أهل الكفر ودخل الناس في هذا الدين جماعات جماعات، استغفر الله، جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة لأنهم رأوه يدخل عبد الله بن عباس بين المشايخ، قال هذا كطفل من أطفالنا، ثم تجعله معنا في هذه الاجتماعات. لما بلغه هذا الكلام قال أيكم يعطيني معنى قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح، فسروها بظاهرها، ثم التفت إلى ابن عباس قال ما تفهم منها؟ قال أفهم منها أنها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى نعي؟ أي إخبار بموته قبل حلول الأجل، قال هكذا أنا فهمته. فالفهم إنما هو ذوق للإنسان يدرك به أن هذه الكلمة مرادها كذا ومفهومها كذا، وبعض الناس لا يدرك ذلك، وهي مسألة ذوق وإحساس، لأن الإحساس رهافة حس إنسان النائم ترمي بحجر جنبه ما يهمه، يقول هذا شيء يمكن قطب يلعب جنبي ولا طفل، لكن صاحب الإحساس الدقيق ينهض مذعور، ما الذي حصل؟ في ناس يؤذن المؤذن حي على الصلاة ويسمعه لكن القلب ميت ما يحب يتحرك.
وآخر منذ ويسمع نحنحة المؤذن إن لم يقم قبلها استيقظ يذكر الله عز وجل ويطلب فضله ورحمته. كلهم إنس لهم قلوب وعقول وعيون، لكن هذا معه رهافة حس والآخر فيه بلادة. ويقول: ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أدركنا أنها خطبة مودع. إيش معنى مودع؟ يعني اسمعوا، هذا آخر ما أقوله لكم، ما لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا. قالوا: إذا كان الأمر كذلك نسألك يا رسول الله أن تعطينا موعظة. سألوا منه صلى الله عليه وسلم أنه يوصي بهم أو لهم شيء ما. اسمعوا ما يقول، اقرأ. قال: عليكم بالسمع والطاعة لمن والله الله أمركم وإن كان عبدا حبشيا. أول الأمر قال اسمعوا وأطيعوا، فمن استمع واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاعه فيما يقول لأنه أحرص الناس على مصلحة هذه الأمة وأعلم الناس بما يؤذيها ويشقها، وأعطاه الله من العلم ما أدرك بإخبار الله ما سيحصل لأمته من الفتن، فطلب منهم، فمن أراد النجاة فليتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم وأمره وإرشاده، فإنه أعلم بالخير منا وأدرك بالفتنة منا وأحرص على أمته من الوالدة بولدها. من استمع نجا ومن عصى فهو من الهالكين. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا لمن والله الله أمره عليكم. ما اشترط فيه أن تكون له صفات، هذا ما وجد، إنما هو يقيم الصلاة ويأمر بالصلاة. كونه يعمل في الأموال شيء وكونه كذا، هذه أمور أخرى، لأن تفتيت عضد الناس عليه لا تأمن به السبل ولا تقام به الجماعات ولا ينتصف فيه المظلوم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالطاعة، اسمعوا وأطيعوا من والله عليكم ولو كان عبدا حبشيا. تعرف معنى عبد حبشي؟ لأن العبد قد يكون قرشي وقد يكون حبشي، ولما يكون حبشي شعره مفلفل وأنفه غير أنفك ولونه غير لونك. العرب كانت تأنف من ذلك، ما تقبل، هي لا تقبل أن يكون عليها أميرا منها، ما تحب طاعة الأمير الكبير، ما عندهم طاعة. فإذا جاء مثل هذا علم صلى الله عليه وسلم، وضرب المثل بالعبد الحبشي لأنه سيأتي فقير، يقول: هذا الفقير كيف يكون زي ما قالوا بني إسرائيل؟ أنى له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال. يبغى واحد يكون غني هو اللي يتولى الأمر. فإذا جاءهم أمر نسبه غير نسب الأشراف قال: كيف؟ نحن من بني فلان. يعلم صلى الله عليه وسلم ذلك، وغير ذلك من الأسباب التي تتمخض عن أفكار الشيطان فينشرها. فاختار صلى الله عليه وسلم من صفات ولي الأمر ما يعلم أن العرب ذات أنفة لا تخضع لمثل هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان الذي تولى أمره عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. اقرأ. عليكم بالسمع والطاعة لمن والله الله أمركم وإن كان عبدا حبشيا. ألا وسيرى من بقي منكم بعدي اختلافا كثيرا. ألا
على أصلها ذات تنبيه. أيها التائهون قلوبكم لست معي انتبهوا، أيها المنصرفون عن السماع انتبهوا، أيها المستمعون ألقوا إلي بالكم بأشد ما يكون استعداد. هذه على التنبيه إذا جاءت على، أما إذا جاءت أما تأتي أحيانا بهذا المعنى وأحيانا للتفصيل. ألا وسيرى من بقي منكم بعدي، يرى يعني رؤية عين ويلمسها، لأن الرؤية هي أقوى أدوات الإحساس. بعد ما أزول سيرى اختلافا كثيرا. الخطاب ما هو للصحابة فقط صلى الله عليه وسلم، أي ولمن يأتي بعدهم. سيرى أمور تعجبون منها لستم تألفونها، فيها مخالفة لكثير من سنتي ومما جاء في كتاب الله عز وجل. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم في هذه النصيحة، اقرأ. ألا وسيرى من بقي منكم بعد اختلافا كثيرا فمن أدرك ذاك. اختلافا كثيرا، لا تظن اختلافي مجرد الرأي، كيف نبني العبارة هذه، كيف نتسلق هذا الجبل وأي البضاعة، لا مو هذا المعني به، لأن هذا أمر شأن الناس منذ خلق آدم. لكن الاختلاف المناهض لما أمر به صلى الله عليه وسلم من الاجتماع، قال سترون بعد اختلاف انشقاق عصا وخروج عن الجماعة وأمور ما ألفتموها. يا من رأى سيرته صلى الله عليه وسلم، وما ألفتموها لمن سمع سيرته من بعده وسيرة الخلفاء الراشدين. في أناس أخذوا بسنته صلى الله عليه وسلم بعده بقرون كثيرة، فيعلمون أن من خالف هذا خرج عن الطريق. قال سترون اختلافا كثيرا في الآراء والأفكار وفي القرب التي تقرب إلى الله عز وجل وما غير ذلك مما هو لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ومما نهى عنه وليس في عهده مما أمر به. فيقول صلى الله عليه وسلم فمن أدرك ذاك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فمن أدرك ذلك منكم، إذا أدركتم أيام الاختلاف الكثير، أيام الاختلاف هذه الأيام مضت ونحن في أشدها، وقد يكون بعدها أكثر كذلك، نرى من وضع النساء غير الوضع، ونسمع من الكلمات ما لا نسمعه في السابق، ونرى من معاملات الناس التي لا تليق مما لا يعرف في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدرك هذا الاختلاف وهذا الفساد، فمن أراد النجاة في دنياه يطيب قلبه وتسعد حياته وينجى في الآخرة وينجو في الآخرة، ويقول صلى الله عليه وسلم إلزموا سنتي. سنته أي طريقته، ما هي السنة الفقهية، لأن الفقه يقسمون الأمور إلى واجب وإلى فرض وإلى سنة، إذا قالوا سنة معناه الأمور التي هي ليست واجبة، أمرها إليك وأنت مختار فعلتها أو لم تفعلها. من توضأ مرة واحدة أجزأت، ومن توضأ اثنتين مرتين مرتين هذا أفضل، والثالثة هي السنة. يسمون هذه سنة، لم يعني هذه صلى الله عليه وسلم، سنته طريقته، مما يقر في القلب من حب وبغض يكون ناشئ ذلك لله عز وجل، بغضه لأنه يعمل بالمعصية وحبه لأنه يعمل بالطاعة، مو لأجل أنه ما أعطاك حقك أو يوقرك أو غير ذلك، لا ليست هذه،
ومن الأمور العملية التي نراها أنه لم ي... أنه صلى في... أن في عهده الغاش ليس منا، فمن خرج على جماعة المسلمين بالسلاح ليس منا، وأن من لم يعهد صلاة الجماعة مو ما يصلي، لأنه هذا كافر، ما يصلي مع الجماعة هذا يلزم بذلك أو يؤدب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى ذلك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الخلفاء الراشدون إذا اجتمعوا على أمر انتهى ذاك حكم الله وحكم رسوله، وإذا اختلفوا فعليكم بما فعل أبو بكر وبما فعل عمر رضي الله عنهما، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يشير إليهما كثيرا في حياته وبعد مفاته، فدل على أن ما يفعله الراشدون مما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن وإحراق سائر المصاحف التي خالفت القراءة التي اجتمع عليها الصحابة، وجمع التراويح ما كانت في أيامه صلى الله عليه وسلم، جمع الناس على صلاة مع إمام واحد، وجاءت الأعطيات فكان يعطي أولاد المهاجرين والأنصار غير ما كان يعطي سائر الناس لأجل فضلهم وسابقتهم في الإسلام، ثم أعمالهم التي تنفع المسلمين. فكذلك الإمام إذا ميز الناس واختار هذا النوع، لأن بعض الناس لهم غناء في دفع العدو، غناء يعني قوة وشدة، وبعض الناس لهم غناء في فعل الخير. يكفيك إذا جاءوا جياع وهجموا على القرية فتصدى أحدهم لهم أطعمهم وكساهم وآواهم، لو ظلوا جياع في البرد وتركهم الناس وما يفعل، هؤلاء أخطأوا إن لم يتحملوا وزر ذلك. فإذا قام هذا الشهم السري ففعل هذا وكفى المسلمين شرا. هذا إذا جاءت ميزات من الدنيا الإمام يعطي هذا يفضله على غيره. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني مثل صلى الله عليه وسلم قوة التمسك حتى لا يهرب الشيء من بين يديك ولا يستطيع أحد أن يسلبه منك، عبر بالنواجذ أي تمسكوا. التمسك بالقوة يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك أطراف ينازعونك، أليس كذلك؟ يدل على في هناك أطراف ينازعونك في هذا، أنت الوحيد اللي تغطي وجه امرأتك، انظر الناس كيف يفعلون، أنت شاذ رجعي قديم، أنت الذي يذهب أطفالك إلى تحفيظ القرآن، هذا ما يفهم، هذا ما يريد المستقبل. يقول أنا أضرب مثال ولا ما أكثر هذا النوع، ما أكثر هذه الاختلافات. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا، وإن نازعكم من ينازعكم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يقول السائل: ما حكم حلق لحية وتقصيرها؟ يا عبد الله، السنن كثيرة، وإذا رأيت بعض الناس ابتلي بنقص من عمل هذه السنة تعلم أنها مخالفة، لكن يا عبد الله لا تظن أنك أفضل من هذا الذي لم يعمل بهذه السنة. احرص واحذر أن يدخلك الغرور أنك أفضل من هذا، لأن كثير يتباهى إن لم يدخله كبر وإعجاب. ولذا لما يدخل في الخصومة
ينبغي لمن خاصم ما يكون فاجر، احذر أن تكون فاجرا في خصومتك. الفجور أن تتعدى ما وجه إليك، إن شتمك فأردت أن تنتصر مثل شتمه، فإذا تجاوزت عن ذلك فذاك فجور، وهذه صفات المنافق. هو ملتحي فإذا أغضبه ذلك يرى أنه أغضبه، قال شوف الحليق إيش يسوي، ما سمعتم هذه الكلمة دي؟ هي صدرت عن كبر، يعني أنا أفضل منك منزلة، تجده حالق الرأس معه اللحية، فإذا رآك لحيتك قصيرة قال ما حكم طول اللحية؟ انظر العقلية هذه، يرى المنكر وما يجب عليه وطهارة القلب، وهو بعيد عن هذه المعاني فيلجأ إلى هذه المسألة. أنت تعرف أن من ابتلاه الله بذلك إما لضعف ويعلم أنها سنة أو لا يدري أنها سنة، توجه إليه يا عبد الله بنصح رقيق، قل تراه سنة إن فعلتها فهو أفضل، واعمل هذا في أهلك أولا، لك إخوة ولك ذرية، لا تغطي عليهم وتتوجه إلى الآخرين، اقرأ ما بعده. رجل استقدم عاملة للعمل لديه لمدة عامين ولم تلتزم معه بالعمل إلا لمدة 4 أشهر، وطلبت منه أن يسفرها بدون مطالبة بأجر هذه المدة، فهل على المستقدم شيء إذا لم يعطيها أجرها عن هذه المدة التي عملت فيها، مع أنها كلفت المستقدم مبلغ 8000 ريال؟ ما ندري، هذه مسألة يلجأ إليها إلى القاضي. ليه قلنا يلجأ إليها إلى القاضي؟ لأنه لا بد أن تسمع من الطرفين، قد يكون أساء إليها وقد يكون تحرش بها وقد يكون منعها من أجرتها، لأنها تتطلب ملتزمات، تبغى تهدي إلى أهلها، تريد أن لها بعض مصالحها في لباسها أو آلاتها أو غير ذلك يمنعها. فلما يضيق بها الحال ويستقدم بعض بلغ منهم الفجور، يختار فتاة سنها كذا وطولها كذا، ومعهم امرأة إذا رأتها تغار، والغيرة تدفعها إلى أن يظلمها. فلما كانت مسألة فيها حقوق وتنازع، كيف تطلب مني يا عبد الله أن أقول رأيي في هذا؟ ما يصح، إلجأ إلى الحاكم هو الذي ينصف. نعم. الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، هل هذا من أدعية الاستفتاح في الصلاة؟ ورد هذا، ورد أنها أنك تقول بعد التسبيح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر مثل ذلك، وتختمها بكلمة التوحيد، ثم تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. رجل تمنعه زوجته من الفراش إلا قليلا، ماذا يفعل؟ فضلا أنها غير محجبة ولا تريد أن تتحجب. المرأة لا ينبغي لها أن تمتنع عن الفراش. يقول صلى الله عليه وسلم: يضرب أحدكم زوجته ضرب الأمة ثم يدعوها إلى الفراش، كيف تسبها وتسب أهلها وتتكلم عليها وتصفها بأوصاف تجرح شعورها ثم تطلب منها أنها تدعوك إلى الفراش؟ نفسها مكسورة يا عبد الله، ما ينبغي. ألم معها الجانب، أنت أعرف بي مني كيف تتقرب إليها، اقرأ يا عبد. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقف على آيات الرحمة ويدعو وآيات العذاب ويستعيذ أثناء الصلاة؟ وهل نفعل ذلك؟ أي نعم، سنة يا عبد الله، إذا رأيت آيات إلا إذا كنت إماما، فاختصر وبين ووضح في قراءتك، وإذا كنت مأموم أو كنت منفردا فمرت عليك آية رحمة قل اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أهلها، ونعم دار المتقين، اللهم اجعلنا من أهل هذه الدار، اللهم ارزقنا تقواك، وهكذا. وإذا جاء أمر فيه إخافة وإنذار ووصف فظيع من هول يوم القيامة أو جهنم، استعذ بالله من ذلك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.